الآن تتابعون معنا على الشاشة عدد الإجابات التي وصلتنا عن سؤال حلقة أمس، وكان السؤال: كم عدد الطلاب في مدرسة الشعيب في شوة؟ كانت الاختيارات هي الاختيار الأول 127، الاختيار الثاني 227، والاختيار الثالث 327. الإجابة الثالثة هي كانت الاختيار الصحيح والإجابة الصحيحة. كل من أرسل رقم 3 بدون أي إضافة دخل معنا في السحب. وصلتنا طبعا 41129 رسالة SMS، رسالة واتساب عفوا من خلال واتساب. عدد الإجابات الصحيحة 30625، وعدد الإجابات الخاطئة 10504. عدد الإجابات الخاطئة تشمل من اختار رقم 1 ورقم 2، وأيضا من أرسل وكتب إضافات إلى جانب الإجابة الصحيحة. فقط أرسلوا رقم الإجابة فقط. طيب الآن سنجري السحب ونختار أول الفائزين معنا ب50,000. بسم الله، مبروك إذن لصاحب الرقم 7744363 5 9. إذن مبروك لصاحب الرقم 7744363 5 9. إذن مبروك لصاحب الرقم والفائز معنا بأول 50,000 عن سؤال حلقة أمس. سنجري القرعة ونختار الفائز الثاني أيضا عن سؤال حلقة أمس، وقيمة جائزته 50,000 ريال، وهو واحد من الذين أجابوا بشكل صحيح واختار رقم 3 فقط. بسم الله، مبروك إذن لصاحب الرقم 7750160070. مبروك إذن لصاحب الرقم 7750160070. مبروك إذن لصاحب الرقم الظاهر على الشاشة وهو الفائز الثاني معنا عن سؤال حلقة أمس. نجري الآن القرعة الثالثة ونختار الفائز الثالث عن سؤال أمس، وقيمة جائزته 50,000. بسم الله، بسم الله، نختار الفائز الثالث. مبروك لصاحب الرقم 7734719444. إذن مبروك لصاحب الرقم 7734719444.